إلى البورصة المصرية التي ارتفعت بشكل جماعي، فقد صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 3445 نقطة. أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفع بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، بينما صعد EGX100 بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة. لمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر زوم أستاذ عمرو البدري، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمرو. في البداية، ما تعليقك على أداء البورصة المصرية بعد القفزة الكبيرة في مؤشرات تعاملات اليوم؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المتابعين. الحقيقة EGX30 وسوق مصر بشكل عام النهاردة كان شفنا ارتداد هو الأقوى من ساعة من 7 أكتوبر والحركة الهابطة الكبيرة اللي حصلت من هذا التاريخ بسبب مبيعات المؤسسات الأجنبية وصولاً بالمؤشر لمستوى 30450 وتكوين قاع مؤقت هناك وتصحيح لأعلى بسيط، ثم دخول المؤسسات الأجنبية مرة أخرى للمشهد ونزوله وكسر المستوى 30450 وصولا بقى لمستوى 29680 قبل ما نعمل عليه كسر خاطئ بجلسة الأمس. الحقيقة ده كان من شأنه أنه يضغط على بعض المراكز الهامشية لدى الأفراد، مما أدى إلى دخولهم بالبيع القوي في جلسة امبارح، لذلك هم كانوا طرف البيع في جلسة الأمس، على الرغم من أن باقي المؤسسات سواء المصرية أو الأجنبية أو العربية كانوا صافي شراء بجلسة الأمس. وشفنا استكمال لبيع الأفراد بجلسة اليوم في النص الأول فقط من الجلسة ومستمر لنهاية الجلسة، وكان المؤسسات المصرية نصيب كبير من الصعود اللي حصل في جلسة النهاردة. احنا أغلقنا حوالين مستويات 30445 نقطة في إعادة اختبار مستوى الدعم الهام الذي تم كسره من فترة قصيرة على هو 30450 نقطة. إن شاء الله يعني بنأمل في الفترة القادمة استمرار لهذا النشاط من جانب المؤسسات لإعادة استهداف مستوى 32184 القمة الأخيرة بقى اللي تم تكوينها في 7 من أكتوبر الماضي. أيضا EGX70 كان ليه حظ كبير من هذا الصعود الذي شاهدناه في جلسة اليوم، أغلق عند مستوى 7680 وهو على مقربة أكثر من EGX30 لاختبار القمة الرئيسية عند 7900 نقطة اللي بتوازي الـ 34500 في EGX30. الحقيقة الفترة الأخيرة كان سبب رئيسي من أسباب الحركة الهابطة الأخيرة أداء التجاري الدولي في الجي دي آر ونزول من مستويات الدولار 70 للدولار 50، وده أثر بشكل كبير جدا على أدائه محليا ونزوله بقى وكسر مستوى الـ 84 جنيه قرش لاختبار مستوى ال 77.5 اللي في الحقيقه حصل ايضا هو الاخر عليه فولس بريك وصولا ل 76 جنيه في بدايه جلسه النهارده، ولكنه رجع اغلق فوق المستوى الدعم اللي تم كسره. طب ايه اكثر القطاعات غير قطاع البنوك اللي دعمت ارتفاع تعاملات اليوم؟ في الفتره الاخيره طبعا بالتاكيد قطاع الاغذيه اللي شهد تداولات غير منتظمة لأعلى طبعا في جلسة الأربع اللي فات جلسة يوم 16 أكتوبر بسبب عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات الدنماركية وهي شركة رائدة في مجال الأغذية واستحواذها على شركة دومتي، اللي في الحقيقة كان بشكل يعني استحواذ دوت وعرض الشراء اللي تم تقديمه دوت كان غير متوقع بالمرة، لأنه كان بأزيد من القيمة السوقية لشركة دومتي بنسبة تتراوح من 60-70%، عرض الشراء تقريبا بيوازي 31 جنيه 48 قرش. ده كان من شأنه التأثير على باقي القطاع، هو الآخر عبور لاند جهينة بديتا باقي القطاعات يعني كان بتأثير متفاوت إلى حد ما، ولكن التأثير الأكبر كان بشكل إيجابي. ده بالنسبة لأهم القطاعات اللي أنا شايفها إن شاء الله هتشتغل بشكل كويس جدا خلال الفترة اللي جاية. ده مش معناه ان القطاعات اللي كانت شغاله قبل كده واهم قطاع هو قطاع الرعايه الصحيه
انه مش هتخرج منه السيوله، لا بالعكس القطاع ده ما زالت السيوله متواجده فيه، خصوصا ان عليه اخبار ممتازه جدا. شركه رميده عليها ايضا استثمارات، اعلنت عن استثمارات قويه جدا خلال الفتره اللي جايه تتخطى ال 2 مليار جنيه بعد استحواذها على سلسله انتاج وتطوير مستحضر دوائي مهم جدا لمرضى السكر، وهو يعني شايفين ان الخبر دوت خبر قوي جدا لرميده. ايضا ابن سينا اللي احترم مستوى دعم مهم جدا في جلسه النهارده. معظم الاسهم في الحقيقه في الصدمه اللي حصلت في النص الاول من جلسه النهارده وصلت لمستويات دعوم مهمه جدا، كان ابرزها ابن سينا اللي وصل لمستويات الخمسة جنيه وحصل ارتداد قوي جدا، زهراء المعادي اللي وصل للستة جنيه 90 ايضا وحصل ارتداد قوي جدا، ابو قير الاسمده اللي وصل لمستويات ال 60 63 ايضا حصل ارتداد قوي جدا ومهم جدا. شايفين ايضا ان الخبر اللي نزل على سهم مصر الجديده وتوزيع سهمين لكل سهم ايضا كان من شانه انه يرجع السهم مره اخرى لمنطقه الدعم المقصور عند 9 جنيه 64، دي كانت حاجه ممتازه جدا. ايضا جي بي اوتو من الاسهم اللي نزلت جربت على مستوى 13.5، المنطقه دي منطقه يعني ميجر سبورت، ادت الى ظهور مشتري مره اخرى لارتداد قوي جدا للسهم مره ثانيه. زي ما بقول لحضرتك السوق المصري ما زال فيه فرص، وفرص قويه جدا جدا جدا، وجلسه النهارده كانت تاكيد على الكلام دوت لبعض المشككين وهم قله اللي بيحاولوا ان هم يقارنوا السوق المصري ببعض الاسواق الخليجيه، سوق المال السعودي، سوق المال الكويتي، سوق المال القطري، ما فيش في تفاوت كبير جدا وما فيش يعني عدل بصراحه ما بين لما نيجي نقارن ما بين الاسواق ديت، في فرق كبير جدا ما بين اسعار الفائده المفروضه في كل دوله على حده، فبالتالي ما ينفعش ابدا ان انا اقارن ما بين اسواق المال في مصر. أنا يجب النظر للصورة يعني الأكبر. طيب سؤال أخير أستاذ عمرو، يعني طبعا توقعاتك متفائلة للمرحلة القادمة بشكل عام، توقعاتك إيه للأسبوع المقبل تحديدا؟ التوقعات إن إحنا إن شاء الله هنترجت مرة أخرى مستوى ال 32184 نقطة، وبعد اختبار وتأكيد اختراقه هيكون عندنا مستوى ال 34500، ده التارجت الأساسي اللي إحنا بنترجته. أما بالنسبة ل 70 و سهم عفوا المؤشر الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطه، هو ايضا هو الاخر بيستهدف اختراق ال 7900، وهيكون عندنا مستوى 8100 و8500 ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله هنشوف الارقام دي كلها. شكرا جزيلا استاذ عمرو البدري عضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.